حننتقل لموضوع كمان نحكي فيه عن الغذاء، فبلشت الشتوية وبلش مع المرض والرشح والجريب سواء عند الكبار أو حتى عند الصغار، ومنلاقي اليوم يعني على الأغلب كل مريض كله عم بيعطس، كله في عنده احتقان أو سيلان، بالأخص عند الأطفال بما أنه في مدرسة وبلشوا يختلطوا مع رفقاتهم هذول الأطفال، وصار طرق العدوى أسرع لأنه في جو تماما. حتى بكليات الطب في دراسة بتقول الأمراض بأول أسبوعين من كل عام دراسي هي الأكثر انتشارا، الأطفال حيعدوا الأهالي وبيوتنا بيتخلى الوباء أو المرض أو الفيروس ونحن مالنا منتبهين، ومنبلش الأدوية والمكملات الغذائية واللقاحات وغيرها الكثير من الإجراءات يلي بنعملها لحتى نتغلب على الأمراض، ولكن الوقاية خير من قنطار علاج. الوقاية بتجي من بيت الداء والدواء اللي هي المعدة. اليوم رح نحكي عن الأطعمة يلي إذا كانت موجودة بنظامنا الغذائي بتعزز مناعتنا وبترفع مقاومة الإنفلونزا. اليوم الدكتورة ثواب الغبرة اختصاصية بالتغذية حتخبرنا كل المعلومات. صباح الخير. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني بلشنا حديثنا عن الأمراض ونحن عم نحكي عن القصص يلي عن جد العناصر الغذائية يلي عم تدخل على جسمنا بشكل روتيني وبشكل يومي. اليوم نحن كيف فينا نستغل هاي العناصر الغذائية كرمال أنه نحمي أنفسنا وأجسامنا نحن وأطفالنا من الأمراض الشتوية القادمة؟ هلا أنا بشوف بالفعل الصيدلية المنزلية هي أهم من الصيدلية الكيميائية أساساً بحد ذاتها، لأنه سبحان الله كلها إذا في توازن وفي طبيعة عندك ياها وشغل رب العالمين غير شغل البني آدمين مثل ما بيقولوا. بس لنختصر الحديث، بالفعل فعلاً هذا مرض الإنفلونزا على بساطته كمان هو بيعمل تداعيات كتير رهيبة، يعني بيقولوا في نسبة كبيرة إنه هذا المرض هو اللي بيعطل إشغال الإنسان عنا لمدة أحياناً أسبوع. النقطة الثانية بيفقد الإنسان تركيزه وقت بينزل عندك يا نسبة الأكسجين بمنطقة الدماغ بالجسم، لأنه هذا من أكثر الأمراض بيخفف الأكسجين بالجسم. ليه؟ لأنه هو بيقلل وصول الأكسجين للخلايا العصبية والدماغية. هلا نحن بالاختصار مفيد بالفعل، هلا هي هلا مثل ما بيقولوا موسمها هالمرض، وبالفعل بتهاجم الأطفال أكثر من الكبار. الفكرة ليش؟ لأنه الجهاز المناعي اللي بيسد عندي إياها هلأ بها مع الأطفال هي اللوز، واللوز عندنا إياها بالنسبة للكبار بتكون أخذت بالنسبة لإلي يعني يا الدفاع وتعودت على هالموضوع، أما اللوز بعند الصغير بتلاقيها أنه لساتها عندك إياها هلأ عم تأخذ خبرتها، فبتلاقي أنه القريب تبع الولد غير القريب تبع الإنسان الكبير. جهاز المناعي مدرب عند الكبير، أما الصغير لسه عم يتعرف على هالفيروسات وعلى هالجراثيم. هلا بالبدايه بالفعل هلا اول ما بتشوف الام بلش الولد يحك الحلق تبعه او فاق حك الحلق تبعه، واضح انه بيكون بلش الهجوم. حتى نحن نخفف هذا الموضوع بالنسبه لان اول شيء بتعمله هي الام هي انها تعطيه معلقه طحينه. الطحينه رهيبه جدا على التصاق هي الفيروسات والجراثيم على منطقه اللوز وما تنتشر لأمه ثاني. الشغله الخطوه الثانيه اللي انا كثير بهتم فيها بعد هالقصه هي شويه مي وملح تنحط بقطاره الاذن او قطاره انف، تنحط نقطه هون نقطه هون بالانف. برجع بقول هذا المرض فظاعته بانتشاره لانه بيروح على الجيوب الانفيه على مناطق الاذنين وبينزل على المناطق المجرى التنفسي، عنده منطقه انتشار واسعه جدا، واي دواء التهاب بيضعف عندي اياها كل عندك اياها مناعه الجسم خاصه بالنسبه للاطفال. فتاني خطوه بتعملها الام هي نقطتين عندي اياها الماء والملح ما له وسط ابدا مشجع لانتقال الفيروس والجراثيم لمنطقه ثانيه. فهلا نحن مو بنخلي لا يحتقن الولد ويصير عنده التهاب بالاغشيه المخاطيه لنساوي هالشيء. هلا الشائع عند العالم كلياتها بتفكر انه اول شيء بدي انا هاجم بفيتامين سي. على اهتمامي بفيتامين سي وحبه فيتامين سي وفواري فيتامين سي بهالفتره، في الاهم منه بهالفتره هي وهو فيتامين د، ونحن بنغفله جدا، وعند الاطفال نحن بنسبه ببلادنا هلا عم يتراجع نسبته ومخزونه. فلذلك اول اهم حبه بعد ما تعطيه تفاحته او اي شيء يطرح حلقه بعد الطحينه عندك ياها هي ماده او قطاره فيتامين د للطفل. فيتامين د هو اقوى سلاحا من فيتامين سي. فيتامين سي هلا بنحكي عنه في امتى حناخده بالتفصيل. تمام، بس فيتامين د كيف حيتاخذ؟ ما بده دسم بالقطاره كطفل عندي اياها بالنسبه لي بعد قطعه زبده صغيره او قطعه عندي اياها زيتونه تماما، او بتخليه بتلف له على بعض على سندويشته زيت وزعتر على مدرسته. رغم انه الزعتر انا بلاقي حامي على الحلق، لكن انا بالنسبه لي اخذ معلقه الطحينه تبعه ومعلقه الطحينه بتفعل له كمان د،
يعني أنا بالنسبة لي بتزود له امتصاص الدال بجسمه. هلأ الشغلة اللي بيهمني أمره هاي الوسط ما خلته ينتشر القريب أو مثلاً ما يكون جولة الإنفلونزا عندك يا أبداً بمنطقة غير على منطقة الحلق. هلأ منيجي لمقاومته بمنطقة الحلق، الولد الصغير المي والملح بتضايقه من هيك، لذلك أنا قلت لهم إنه القطارة هي أسهل على هالمنطقتين، الجيوب لحالها حتنزل المي والملح على حلقه. فكتير بتلاقي حتى الكبير يعني وقت يكون الواحد حلقه محتقن فبتلاقي حتى الغرغرة صعبة عليه. تماماً. هلأ الفكرة اللي أنا جاي كتير وضح عليها إنه بهذا اليوم تمنع عنه السكر، زيرو سكر، لأنه أي شيء حلويات نشرت له المرض الإنفلونزا بكل جهاز التنفسي. فنحن بدنا حاول قد ما فينا نعطي جبنة حاف، إخيارة، بيضة، الكلس عندي إياها، والبروتين هو الغذاء المهم بهيك فترة إنفلونزا. حتى للكبار أول شيء بيروحوا بيعملوا لي لهم ليمونادة فيهم كفيها كمعلقتين سكر. اللي بدي أخذه من فيتامين سي ولا استفدت فيه ب10% من وراء السكر اللي عمل لي نشر لي كل الالتهاب. صحيح. اكثر شيء بينشر الالتهاب باي انسان اصيب بالانفلونزا هو عندي اياها معلقه سكر تنشره كل الالتهاب ويعطيك العافيه قرب وخذ بقى 4 أيام اجازه. الفكره الاساسيه بهالوقت هذا خاصه وقت بده ينتشر منمنع عن حالنا من انظمتنا بروتينيه بحته ما فيها، نحاول قد ما فينا يعني حتى الفاكهه انا بقول ما نقيها عاليه السكر، يعني أنا بالنسبة لي السكر هو اللي حينشر لي كل القصة هاي بجهاز التنفسي. تمام. طيب نحن لحتى ما ننطر نمرض بعدين تعا دبرنا يا دكتور، تعي دبرينا يا دكتورة سواب، خلونا ناخد شغلات وقائية. مزبوط في أطعمة إذا كترت منها ببداية فصل البرد أنا بكون نوعا ما بعيد عن مرض الإنفلونزا؟ نعم. يعني بتشتغل مثل اللقاحات؟ نعم، أكبر لقاح للإنفلونزا ولحساسية التحسس الأنفي عندي عند الأطفال حساسية الربو هو لبان الذكر، هو أكبر وقاية للولد. بس شو مشكلته؟ إنه شديد المرار. الأم الذكية إذا طحنت له إياه وحطت له إياها مثلاً مع معلقة لبان، طحنت شوي بلبان بقلب الزعتر بدون ما يحس عندك إياه ونزلت له إياه كل يوم بالسندويشة مع الجبنة، حطينا قطعة لبان ذكر وعلكناها، عودنا الأولاد على علكة اسم اللبان، هي اكبر وقايه لشيء اسمه انفلونزا. الولد اللي بياخذ هاي الماده هي بيطول. والنقطه الثانيه مناعته من اجمل ما يمكن، حتى بنلاقيها انه بديل عن البخاخات. في حال بتلاقي الولد اللي بتعود على بخاخات الكورتيزون بتلاقي خففت جرعات هاي البخاخات اللي على المدى البعيد لها كثير اذى على نمو الطول، كثير بتاثر على تخريج. فانا هاي المواد هي تبعها نحن بنقول اشباه الكورتيزونات الطبيعيه اللي الله خلقها، مضاد التهاب رهيب جدا لاي جراثيم وفيروسات بدها تتهاجم بالخريف او بالشتاء. تماما. يعني نحن عم نحكي لوقت شوي مهم بهي الفترة عن الإنفلونزا والرشح، حكينا عن الأطفال، هي نفسها هي القصص بتتطبق أو يلي عم تتطبق للأطفال ممكن تتطبق عند الكبار؟ وإذا فتنا بمرحلة المرض، نحن أخذنا هلأ الفيروس الله يحمي الجميع يا رب وبلش، شو أكثر الأطعمة يلي ممكن تساعدنا على أنه نحن يتم الشفاء بطريقة سريعة حتى لأطلع بسرعة رهيبة جدا من مرض اسمه الإنفلونزا؟ أهم شيء نحن قلنا بعد فيتامين دال هو فيتامين سي. بس أنا بدي انتبه لأنه هذا المرض بينزل على جهاز التنفسي وهلأ حنحكي عليه. ظهر المرض وبلشت هيك بدي خفف أعراض الاحتقان هالأمور هاي كلياتها. أكثر شيء عنا بالنسبة لأنه بيفتح المجاري التنفسية، مدى ما فتحت المجاري التنفسية أنت شوي شوي حتطلعي من هذا المرض بسرعة. طبعا. طول ما هي المجاري التنفسية محتقنة ومسكرة الأكسجين قليل جدا، والأكسجين أهم دواء لهي القصة هاي. فالفكرة الأساسية فتح الاحتقان. شلون أنا بفتح الاحتقان؟ في عنا سكاكر الأوكاليبتوس هدول كتير رائعين ما فتح معنا، كمان نحن بقطارة المي والملح. النقطة الثانية نحن بنعرف نحن أكثر ناس بنعمل وصفات، بس ننتبه بوصفاتنا لا نحط مواد فيها عسل كتير سكر عالية عنا، يعني لأنه نحن بنفكر إنه العسل هو نحن كتير بيور عنا، هو بيفيد بس مو بس يعني هو ممكن يكون ينشر لك يا للمرض لأنه نسبة السكر عالية كتير عنا. بالضبط، هي مشكلته. تماما. فبيحطوا لك عسل وليمون وهي ما بيعرفوا إنه هالقصة هاي كلياتها يمكن تنشر لهم اياها. هلا النقطه اللي بدي اقول فيها اهتمامي بفيتامين د، فوارد فيتامين سي بالنسبه لنا. النقطه الثانيه الفاكهه الطبيعيه الاكل ما يكون سكر عالي. موسم الحمضيات يعني بالضبط هذا شيء صح، بس اللي بيفتح وبيوقف عن جياب بارضه هو ماده حتستغربي علي فيها، هو ماده اسمها عصير البصل. طعمتها كثير ثقيله، ما انا بقول شيء صح، لكن قطعتين بصل تنعصر تماما عندك اياها معلقه مثل دواء
واسعه لتتاخذ، هي بتوقف انتشار الانفلونزا بارضه وبتفتح. فينا ناخذ للبصل مطبوخ؟ كانوا يجربوا. هلا هي البصل بالنسبه لنا يعني هي ماده مقززه بالنسبه لريحتها، بس من كتر ما بتاخذ مطبوخ اذا بدنا نخلص راح من راحت ماده اسمها الكيرستين تبعه، هي الماده مضاد اكسده، هي بتقدر تقتل في طيف واسع من الفيروس. النقطه الثانيه تأثيرها على عملية الاحتقان كتير عالية. تمام. فيعني نحن نقول هاي النقطة هاي بالنسبة لأنها هو المعلقة مع دواء الجريب تبعنا. اللي بيعرف مشكلتي بالقصة الجريب وهالأمور هاي إنه وقت تتسد المجاري التنفسية ببلشوا العالم ياخذوا مضادات احتقان ليكملوا شغلهم، لأنه أنا سيلان الأنف بيفقد الإنسان تركيزه. صحيح. فهي حد ذاتها كمان عندي اياها مضادات الاحتقان بتولد لي صداع شديد. لانه بتصير السوائل المخاطيه كلها معبيه بالجيوب، والجيوب بتخنق عندي اياها منطقه التركيز بالدماغ. فهي القصه فتح انك انت الاحتقان بيكون بهالقصه هي من دون انت ما تخلي هي المواد معلقه بجسمك. تمام. فهي القصه هي، فهذا القصه كثير منيحه بالنسبه لنا. بنيجي اذا انتقلت لجهاز التنفسي، اهم شيء ما يبقى يوقف فيتامين سي، لانه السعله بيحركها فيتامين سي. هي القصص هي بدنا ننتبه عليها. على فكره انه عم حارب فيتامين سي بالانفلونزا. لا هلا مزبوط كلامك، حتى في دكتور طلع معنا قالنا بوقت هجمه الربو اكبر غلط ناخذ فيتامين سي، منشط مناعي، لانه منشط مناعي وهو ارتكاس لجهاز المناعه، فممكن يكون ابني مرافق مع تحسسه او الانفلونزا أزمة أو عنده ربو. فلذلك لا عم تحكي كتير صحيح وعم تأكدي عليه. وأنا كنت عم أقول قبل ما نقاطع بعض، البصلة نفسها كانوا يحفروها بالنص، نص بصلة ويتركوها لتطلع العصارة. هاي المادة اللي بدي اياها، بس انا لا يحط ما بدي اياها مسكرة، ما بدنا سكر، بدي او فجلة او حتى الفجل. ايوه بالضبط، عصر لي اياها هاي وحطها لتفتح لك اي شيء كل شيء سالك مسكر. بس ما يكون عندك اجتماع عمل بعد اوكاليبتوس. طيب ختاما، شو بنعمل اخطاء نحن بالاكل تبعنا بالشتاء وبيضعف جهاز المناعة؟ أي شيء مأكول سكريات ليلاً ضعفت المناعة. هلأ السكر الأبيض سيدون. النقطة الثانية استخدام المكملات الغذائية بشكل خطأ، هي كتير بنعملها. الشغلة الثالثة تناول العجين ليلاً والكسار من الخبز، هي شغلات بتضعف مناعة الكولون بتولد عندي مناعة ناقصة. تماماً. هلأ شوف حقلك حتستغرب معي أنه أنا بقول لك من أكثر الشغلات اللي بتوقف وبتخلف مرض الإنفلونزا هو المشي. المشي بيطالعك من حالة المرض بالنسبة لك عندك ياها، عندي ياها كمان من الراشة تضيفوا لنا ياها، لأنه هي بتزود الأكسجين عندك ياها كتير بشكل نسبة عالية. الفكرة الأساسية بعد خضة الإنفلونزا حاول إنك تنظف، إذا أخذ دواء التهاب حاول تنظف أمعائك معلقتين لبن. بالنسبة لأن أي دواء التهاب أصيب بالجسم بكتيريا الأمعاء عندك ياها تدمرت. النقطة الثانية انتبه على الجهاز البولي، لأنه أحياناً ممكن بعض الفيروسات تبع الحلق تروح تتخبى بالجهاز البولي. فنحن بدنا ناخذ المي، الليمون بعد الجهاز المناعي ما تعب عندنا اياها بعد الانفلونزا. هو هون الفيتامين سي هو سيد الفيتامينات بعدها، بعد ما تكون ان شاء الله ما انتقلت للجهاز التنفسي تبع السعله. تماما. فبتلاقي حالك فرقت معك بنشاطك، طول كثير عندك الجريب الثاني وان شاء الله ما بيجي. اوكي، ما ضل غير نتشكرك كثير لوجودك معنا دكتوره سوا، بنتمنى الصحه والسلامه يعني لكل الناس. بيقولوا لنا نحن بالتعليقات ما شاء الله دكتوره سوا بتحكي ما بتخليكم تحكوا، بس نحن بنقول لكم انه لا، خلينا ناخذ المعلومات اكثر ما نحن نفوت عليها. بس ما شاء الله انتم كمان مداخلاتكم حلوه جميله. شكرا لوجودك، شكرا لكل المعلومات يلي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله يا رب الصحه والسلامه لكل الاشخاص يلي عم يتابعونا. اهلا وسهلا فيك.